عندما أنظر في البلاتوات بتاع الإعلام فإني لا أرى إعلام، وخاصة ذلك الذي يتمول من الضرائب التي ندفعها. أرى دار الندوة متاع قريش قبل الإسلام، مراش ما ماني مراش مراش بلاتو متوازن، حتى إذا يجيب واحد من الجهة هذه يجيبوا له خمسة من الجهة الأخرى باش يعوزوا فيه. ولذا هذا الإعلام إما أن يحترم الشعب، وإما أن نقطع عنه التمويل ويولي منظمة حرة وشركة حرة يتمول واحد.